وشوشة. انا جوازه مرتاحه. اولا انا بقالي 10 سنين ما كنتش عملت مسرح، من اخر روايه طلعت بيها في مشاكل في زي الفل فما عملتش، بس جات لي بقى عروض كتير جدا جدا، في منهم بقيت اعمل بروفات وامشي على اواخر اللحظات مع اني ماضيه وعملت بروفات، لكن في حاجات بتحصل اروح ماشيه. واتعرض عليا حاجات كويسه جدا، وفي حاجات انا قصرت فيها ما عملتهاش عشان بس الناس اللي اعتذرت ما تزعلش. لغايه ما جات لي الروايه دي كانت مناسبه ظروفي. هقول لك ظروفي في ايه. اولا الروايه لازم اعملها على طول، لان اي روايه يعني متاخده عن روايه كبيره لويليام شكسبير وبالذات ترويد النمره يعني لست، فاكيد اي حد عايز يعملها، زي مثلا من حواء اللي هي دايما عدوه الرجل، او في المستاكوزا هي الروايه البيز، لكن كل واحد ليه رؤيه، كانت هنا الرؤيه حاجه تانية مختلفه، لكن هي المعقده اللي ضد الرجل اللي مش لغاية ما بيقع في حياتها راجل بجد بيخليها تغير الفكرة دي، وإن بجد في حب. فمسرحية فيها تمثيل قدامك نجم مش سهل، وأصلاً مش بتاع مسرح ولا أنا ولا هو، أصلاً إحنا ممثلين دراما، بيتقال علينا الحمد لله عواميد دراما. أحمد صفوت كنتش اشتغلت مع أحمد صفوت في حياتي، لكن بحبه على المستوى الفني وكنت عاملين الدالي، وطبعا لي أعمال ما يعني بعد، بس أنا قصدي كنت الرحايا والدالي، فأنا بحبه جدا. وبعدين ان روايه تتعمل باحمد صفوة وريم البارودي، معانا طبعا كوميديانات ومعانا منى عرفه ومعانا استاذ هشام اسماعيل، كل الناس طبعا، بس يعني المين دول مش بتوع قوي انك مسرح. لكن لما قريت لقيت روايه حلوه جدا جدا، وشخصيه بجد حلوه جدا، وعندي حاجات عايزه اطلعها فيها وعجبتني جدا. والمخرج، ما هو دايما كل عمل لازم يبقى فيه مخرج، هو ليه رؤيه وليه طعم وهو اللي بيوجهك. محمد جبر مخرج اكتر من رائع، استفزني في البروفات، لان انا يمكن مضيت وانا بشتغل، يعني انا دايما بقول امضتي اهم، امضت الورق مش مهمه قد ما يعني تقولي الكلمه، انك تقولي انا معاكم. فعجبتني جدا استعراضات غنى، طبعا انا معروف اني مش بغني، دايما بيجيبوا حد بيغني يعني صوت بيبقى شبيه ليا شويه، اكيد مش شبيه لان مفيش اوحش من صوتي في العالم، لكن في استعراض، في مش اي حد بيقدر يقف على المسرح، انا بدايتي برضو من قبل حداقه الشيطان مسرح، كل ده خلاني اوافق على جوازه مرتاح. الظروف بقى ايه، هيفتحوا يومين طول الاسبوع، بيفتحوا يومين بس في الغردقه ما اتعملتش روايات قبل كده غير مسرحية لسامي حسين أطفال، هتتعمل جوه أوتيل 5 نجوم على مسرح الأوتيل دوت، من حقي أنزل فأقدر أصور قد عائلي أو أشوف اهتمامات تانية ليا، أو لو عندي شغل تاني، أو لو عايز أكمل طول الأسبوع للعروض التانية. فكانت ديل بالنسبة لي لطيف، فكانت كل العناصر مكتملة، مفيش حاجة مش مكتملة. خلصنا التعاقد بتاع الأوتيل، وكنا مفروض نفتح في اسكندرية، ما لقيناش مسرح مناسب نقدر نعرض عليه، لأن كان فيه كمان روايات حلوة قوي الصيف اللي فات دي، فما لقيناش إن احنا نفتح. فإن شاء الله هنفتح تاني، لأن جوازة مرتاحة هي عرض لازم نفتحه حتى في مصر، يعني إن شاء الله بإذن الله. يعني الأستاذ أشرف عبد الله من ساعة ما عمل خطوة المسرح إدى فرصة لأجيال كتير قوي، ولاد أختي مثلا تيم وتاليا دلوقتي عندهم 6 سنين، يعني 5 سنين هيتموا 6 سنين، ما يعرفوش يعني إيه مسرح، سنة جاية أقدر أخدهم يعرفوا، يعني في أجيال كتير ما تعرفش مسرح، إحنا نعرف، إحنا واعيين على المسارح، عارفين مسارح الاستعراضية ومسارح كل حاجة، بس في كتير. فطبعا وطلع أجيال، وطلع من الاجيال بقت نجوم ونجمات، فطبعا يعني في طبعا مسرح غير الاول، ومش اشرف عبد الباقي بس، في مسرح الدوله بيحاول ويجيب نجوم، واحنا بنتنازل عن اجورنا لان العقود بتبقى غير العقود المسارح الخاصه، وبنعمل روايات مهمه جدا، وفي روايات بتبقى مهمه جدا، واقول لكم حصري ليكم، انا مضيت روايه في مسرح البالون، يعني هنبتدي الشهر الجاي نعمل بروفات، هي روايه لسيد درويش بإذن الله، هيبقى ميدو عادل، وهي اتعملت فيلم قبل كده للأستاذ كرم مطوع الله يرحمه، وكانت الأستاذة العظيمة هند رستم الله يرحمها، فهعمل دور جليلة، وأول مرة أعمل يعني الحقبة الزمنية دي وأعمل الشكل ده وأعمل، وهي مفروض أكبر منه في الحقيقة، يعني في قصة سيد درويش والبيشة بقى والحاجات دي، ويبقى على مسرح، ورجوعي إلى مسرح البالون تاني، دي متهيألي رواية مخيفة جدا، بس أنا برضو مضيتها
و... والله العظيم وبعتذر لهم، يعني بعتذر لميتو قبل ما اطلع لكم، يعني بيقول لي عندنا بقى بروفا يوم الخميس لازم نقعد، فبرضو يعني بعتذر لميدو اخذ اعتذارايا برضو بالطريق يعني فاهمه. وانا بمضي لحد قلت له بس يا استاذ انا لما بداتوش بروفا اللي كنت ببقى يعني بقول للانتاج والاخراج في, في, في وقت كده انا ما اعرفش عندي ايه اللي جاي، فانا مش هقدر افتح مش عارف بقى ابلغكم يعني. هو ميدو عامل دور سيد درويش ومعانا ان شاء الله يعني في بصي مش عايزه اتكلم في تفاصيل دلوقتي عشان مش عارفه انا هبقى معاهم ولا لا. خلينا يعني ندي بس خلينا جوازه مرتاحه يمكن عشان طلعت للناس. اه بالظبط. وانت مدام اديتي اوبشن ان انت اعتذرتي فان شاء الله تكمل على خير ويا رب. يا رب. لا انا قلت كل شيء اقول لميدو انا بص انا احتمال ما اكملش انا مش عارفه. يعني انا نجحت حدائق الشيطان كان على نطاق وطن عربي، عندك البطنيه كان على نطاق الوطن العربي، خدي بالك ليا محطات مهمه مسلسلات اشتغلت كان ليا حظ اشتغل مع النجوم دول ينجحوا مش بس في الشارع المصري. يعني لما بروح مثلا بسافر بره الاقي بجد ليه الجزائر مثلا كنا ترند او كده عائلي، لان انا كنت عامله مسلسل اسمه عابد كرمان، كنت عامله شخصيه جزائريه فرنسويه ليهم، استاذ نور الشريف خلى بيوت كتير في الوطن العربي تتفرج عليا، فمش جديده عليكم فتكرهيني لما تشوفيني في شر. لا لو دور اول مره همثل ممكن اخاف فما قصدي، لكن انا بالعكس عايزاكي تتفاجئي زي ما انت عارفاني في هنا وعارفاني في هنا، فتفاجئتي ان انا ابقى عامله دور ام وابنها توفى وان امهات كتير تكتب وان يبقى فيه تعاطف زي ما انت قلتي ويبقى بالعكس هيبقى تحدي بالنسبه لي ان انا اقدر اغير من ده لشخصيه تانية خالص. انا بالفعل جات لي يعني شخصيه في مسلسل لكن يؤسفني ان انا ما بقاش معاهم. يعني ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة من وشوشك.